جديد وبكل الحب والترحاب نرحب بالناس اللي انضمت عشان تشوفنا وتشاهدنا، وبنجدد أيضا دعاوى السنة الجديدة إن شاء الله تكون سنة خير ورحمة وتفاؤل ومحبة ومودة ومحنة يعمى بها السودان كله والسودان أجمع، الناس داخل السودان وخارج السودان. ربنا يديكم الصحة والعافية، ونجدد أيضا الرحمة والترحام على كل من فقدناهم من الشباب السودانيين من ابتداء من ثورة ديسمبر المجيدة في 2018 إلى الأمس 30 ديسمبر 2021. بتعودنا خواتيم السنين دائما تكون كئيبة، ولكن لسه فينا تفاؤل ولسه فينا أمل، ومهما حدثت أحاديث وقال الذين يقولون سيظل السودان راسخ وسيظل خنجر يطعن كل شخص يمس كرامة هذا الوطن، وإن شاء الله كلنا نكون متفائلين يا دعاء بسنة 22. أكيد الوطن الحبيب يستحق بأنه يكون بلد آمن ومستقر وننعم بخيره ونشوف التفاصيل الإيجابية الجميلة فيه وفي شعبه. يعني يا ريت في السنة الجديدة نلقى مساحة للشعب السوداني لأنه يظهر لنا الإبداعات اللي اتدفنت على مدار سنين اللي احنا شفناها بس في خلال شهور بعد سقوط النظام البائد، من حيث الجداريات والجماليات الجميلة اللي تجمل بها السودان الجميل، ومن الكوميديا أيضا من الشباب الممثلين سكتشات جميلة، ومن الفنانين أشاركوا بأصوات الوطن في كثير من الأقنيات وفي كثير من الاحتفاليات المختلفة. وخلينا نقول ما نحن تناقلنا ما بين الرياضة والثقافة والكوميديا، المساحة دي مساحة للفن السوداني. كمان يا أبو بكر ما ننسى التحية الجميلة لكل الفنانين ولكل أصحاب الصوت الجميل اللي هم اتكاتفوا بشكل كبير تضامنا مع كل الأشخاص اللي احنا فقدناهم بالأمس. صح. زي ما ذكر أبو بكر، وألقوا احتفالات رأس السنة، وده شيء طبيعي وده المحرية في رجال الإستقرار السودان، وده المتوقع إنه منه دايما كل ما يمر علينا دم بنلقى قصاده وقفة من كل الناس. التحية لكم من هنا، والتحية لكل شخص وقف وقفة كبيرة جدا مع الوطن الحبيب. على ذات النسق وكما اتفق نجلس على ظل المزاج ونحتسي كاسين من الحب الرحيم برفقة واحد من الفنانين الرساليين. على المستوى الشخصي بتربطنا معه علاقة ودية جدا، علاقة مليانة بالتفاؤل وزول إيجابي، واحد من الشباب اللي كان متواجد على مستوى القيادة العامة في تظاهرة وفي اعتصام القيادة اللي كانت في العام 2019 واتصاب في رجله، لكن ظل صوته يصدح بغنى الوطن وبالغنى الجديد، ومعروف في الوسط بشهامته وبرجالته مع زملائه. وأنا ما داير أتكلم أكثر وأكثر وأكثر، ما حوفيه حقه، ولكن هو شخص طروب مثير للجدل، قادر يصنع شو لنفسه بطريقة احترافية وطريقة ذكية جدا. محمد الطيب وده أو وده، بسم الله الرحمن الرحيم. في ود في الموضوع. أي ود في الموضوع دي الحاجة المهمة شديد. يا سلام. في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله، نصلي على النبي. أول حاجة المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة. جبال بكري قال من 2018، نحن الثورة دي على ما أذكر من 2013 من هزاع. يا سلام. سنهوري 2013 لنا 8 سنين بنجابت كنا في النظام البائد، والحمد لله نحن في كجيل كل الناس بتتكلم عننا جيل الشباب، نحن سطرنا أسماءنا في تاريخ السودان، إنه قدرنا نكتب يعني صفحة جديدة وجميلة، وإن شاء الله على ذلك الدرب سائرون، ولقدام ربنا يعني ينعم البلد بخير وبعافيته، ونقدر يعني نكون مبسوطين لأنه نحن حزينين شديد، والفنان دوره الأول إسعاد الأذن أو إسعاد المتلقي. يا سلام. فيعني كونه إنك وظيفتك أو موهبتك أو مسؤوليتك المجتمعية تجاه المجتمع بتاعك إنك تقدر تسعده وما تلقى طريقة في زمن طويل، دي حاجة مؤسفة جدا. يا سلام. يعني دي حاجة أنا ما حقدر أوصفها، وكان نفسي أكون بضحك وأقول له عيد على الناس وسلم على أمي. دائما كنت في قناة الهلال بجي بتجنن، يعني ما قاعد أتعامل بطبيعة الفنان اللي بيكون سلام. يعني لكن انا بتعامل بعفويتي لانه بعتبره ده بيتي الثاني بعد بيتنا اللي انا مولود وعايش فيه. يا سلام. تحيه لكل الطاقم، لكل التيم العام في قناه الهلال العراسي، بقول على المراه الحديديه دائما. يا سلام. فاطمه صادق ربنا يديها الصحه والعافيه،
تحية لكل الناس اللي أنا بلاقيهم دايما برا الاستوديوهات، وبتعاملوا معي تعامل أخوي جدا جدا، وبلقاهم هنا بكون سعيد يعني، باخد راحتي جدا، ما بكون متوتر. وعودا حميدا مستطاب يا دعاء لبيتك نورتي، لمكانك الطبيعي، ودايما نشوفك فوق إن شاء الله. يديك العافية يا محمد، أنا مبسوطة بيك جدا، وأنا كمان مبسوطة لرؤيتك من خلال الشاشة الزرقاء، الله يديك العافية. ولعودتك للمنصات المختلفة، والصوت دايما صوت الحق ما بخيب مهما صحيح اتفق عليه الكثير أو لم يتفق يعني. صحيح محمد من جانب آخر عكس لنا الفن في النواحي العديدة اللي احنا بنتكلم عنها والأزمات الكبيرة جدا بمر بها السودان، الفن دور شنو برؤيتك كفنان؟ أنا برؤيتي أنا كفنان، وبرؤيتي كمستمع، واحتمال كل الناس اللي بتشاهدنا حاليا هم بيتفقوا معي في الرأي، إنه الفن بصفة عامة والموسيقى بصفة خاصة اللي بتتجسد في شخصية ضعيف وكل الزملاء موسيقيين أو فنانين أو شعراء يعني، نعم الفن بصفة عامة والموسيقى بصفة خاصة، بيقول لك الموسيقى هي اللغة التي تربط جميع شعوب العالم. صحيح. يعني أتذكر محمود رحمة الله عليه، محمود عبد العزيز، ألف رحمة ونور على القامة الوطن عبد الكريم الكابلي رحمة الله عليه، وألف رحمة ونور على القامة والوطن أيضا ضابط السجن عبد الرحمن عبد يا الله. سلام. يعني السنة دي فقدنا كمية هائلة، عشان ما نخص بالذكر ناس من الفنانين اللي أثروا الساحة في فترات في عقود، نحن كفنانين شباب مبتدئين نهلنا منهم كثير جدا، يا سلام. فعلمونا حاجة زي ما أسلفت بأنه محمود عبد العزيز غنى في روسيا في الأوبرا الروسية، وهو بيتكلم لغة عربية والروس ما بيفهموا حتى الإنجليزي، فغنى أتذكر عزة في هواك، أتذكر فقير بريماكوف كان رئيس روسيا الوقت ذاك. المقولة أنا سمعتها، عشان أنا ما حضرت ما أقدر أقول كلام خصوصا على الشاشة الكبيرة وتكون غلط، لكن يقال إنه حضر سمع الأغنية بعد ما خلص عموما محمود عبد العزيز من عزة في هواك، كل الأوبرا قامت بتصفق، وهي ما عارفة زول بقول في شنو، لكن حس إنه في عواطف في حاجة. مصطفى سبحان الله، عزة في هواك هي يعني أغنية وطنية سودانية، خلي الفرح كلام انتهى يعني. صح. فدي أثبتت لي تماما مقولة إنه الموسيقى أو الفن لغة تربط جميع شعوب العالم. نعم. فدورنا مهم جدا، مسؤوليتنا المجتمعية يعني تجاه المجتمع مهم جدا، لأنه الموسيقى هي اللي بتحرك الشارع، هي اللي زي ما قال برضو يوسف البربري، مما أنت قمت من ما طلعت من بطن أمك عشان تنوم بلؤلؤك. تميت أسبوع بيعملوا السماية بيدندنوا لك كده يعني. الموسيقى عندنا مرتبطة بتعمل لنا كم حاجة يعني، ممكن تشجعك، بتوريك النور، بتوديك الطريق الصحيح إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة. ممتاز. فعندنا دور كبير جدا ومسؤوليتنا كبيرة، ونحن مقصرين فيه، بقول على الملأ كلنا. صحيح، لا شكل كبير، لو ما احنا ما بنشوف انه يعني المليونيات اللي احنا بنشاهدها دي بتكون مصاحبة لموسيقى بشكل قوي وجميل. صحيح. في ذات الوقت. صحيح. وفي فنانين بيكونوا في بداية يعني المظاهرات والمشاركات الكبيرة دي، فنحن بنحييهم، وفعلا الموسيقى هي لها الدور الاكبر في انه يحكي لنا، حتى الناس بتتكلم بتقول في شو. صح. حتى الهتافات كانت بطريقه موسيقيه يعني. صحيح. فاكيد لكم الدور الكبير، والشباب اللي اطلقوا مصطلحات وتغنت من نعم. فنانين شباب اكيد لهم التحيه، ويود الان المساحه انا بعتقد انه متاحه لكم بشكل كبير، لانه تحكسوا كل القضايا السودانيه من اقتصاديه لسياسيه لحتى الثقافيه اللي بقت غير موجوده ومفقوده بشكل كبير للمواطن السوداني من خلال المساحات اللي بتتاح لكم، والان انت موجود معنا من خلال الشاشه يعني. كلامك صحيح، لكن احنا عندنا ثوره براء قائمه بذاتها. انا بتكلم عن نفسي، وممكن انوب عن الاخوه الزملاء اذا سمحوا لي يعني. احنا بعد ما ان شاء الله نقدر ندي حق الوطن علينا، عشان انا ما اقدر اقول نطلع بيه برا الامان او كده، انا ما بفهم في السياسه عشان ما اتكلم، زي انا بغني وبلعب كوره وبعرف اتكلم، هاي ثاني ما عندي شغله. كون واضح وصريح، بطلع للوطن ده ممكن افدي بدمي ما بكذب. يا سلام. ولو مت في يوم من الايام عليك الله يعملوا لي كده بالسلو موشن كده، افدي بدمي الحي اللي انت حاسس بيه. اديكم لا طوالي. نحن عندنا ثوره كبيره جدا لسه ما بدينا. ثوره فنيه داخل الوسط الفني. يعني لغاية اللحظة دي نحن بعيدين كل البعد من إنه نقدر ننقل الأغنية السودانية للعالمية، أو على الأقل للمحيط القريب لنا، الدول القريبة لنا دي. فأنا أمنيتي إنه أقدر أوصل الأغنية السودانية، المصطلح واللحن السوداني،
مش اغني اغنيه سودانيه بلحن شرقي، لا، المصطلح سلمنا السوداني الخماسي واللحن السوداني الخماسي للعالميه، ما هي زول بيتمنى يعني. صح، هو السبب يعني الرئيسي في وما بقول فشلنا، ولكن عدم استطاعتنا وقدرتنا انه نصل، انه الفنان بيكون محتاج لانه ياكل، انه يشرب، يلبس كويس، يظهر للناس بشغل محدد، يكون عنده يعني هو مسؤول يعني من اكثر من 15 فرد، هم فرقه من عازفين، من صحيح. مدير اعمال، من منتج، صحيح. من فني صوت، كل التفاصيل دي بيقوم بها الفنان براه، بانه صحيح. بيشتغل على نفسه، بيطلع براه، بياكل براه، محتاج صحيح. انه يشتغل بطريقه محدده عشان تجيب له انكم داخل. بيئتنا ما مساعده، ولا يعني شفنا لينا مثلا جهه دعمت لها فنان، تلقى الفنان قام براه وهو فنان عصامي في المقام الاول. فوين الدوله، وين وزاره الثقافه، وين وزاره الاعلام من دعمها للفنانين؟ دي ما انا ما بخالفك الراي، انا بعيب بطريقه كبيره جدا، وبوصل رساله مهذبه جدا جدا للقائمين باعمال الثقافه والاعلام في السودان، انه ينظروا الى الفن بصفه عامه والموسيقى بصفه خاصه بمنظور اكثر تركيز، لانه ده اكثر حاجه ممكن تفيدنا، تفيد الحكومه او تفيد السودان قاطبه. 45 مليون نسمه دي حتفيدهم بطريقه كبيره جدا جدا. بنشوف الدول، انا ما حذكر اسماء دول قريبه يعني بالاسم، لكن بنشوف الدول القريبه لنا تركيزها كله على السينما والمسرح والموسيقى. صحيح، احنا بنجي نتكلم لغتهم يا جماعه او لهجتهم. صح، يعني 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 انا ممكن اكون بمشي دوله شقيقه، مما انزل مطار الدوله دي بتقلب لسانك، بقلب وبكون احسن من المواطن بتاعها. أيوة. ليه؟ لانه بنسمع اغنياتهم من بدري، بنحضر افلام، بنشوف مسلسلاتهم. ناس دي ركزت تركيز كبير جدا على الفن. بقينا احنا بنعرف ممثلين خارج السودان اكثر من ممثلين داخل السودان، ودي حاجه صحيح. معيبه لنا والله. فده العيب الاول على انه قايمين باعمالنا. لكن برضو مخالفتي لك في الراي، انه مهما كان انت مضغوط، ومهما كان ظروفك الماديه، ومهما كان مسؤولياتك كثيره، الحلم ده ما صعب انك تقدر تحققه لو انت عندك الرغبه الكبيره. انا عن نفسي اول مره اعترف الاعتراف ده قدام كل الناس، لانه الناس دائما بتفكر للفنان انه فنان وعنده مكاتب وعنده حاجات. انا براي، انا بصور وبمنتج وبخرج وبكتب وبلحن، فنان شامل، وبجري بجد والله. دي حاجه هي بنعتبر نحن في الوسط الفني انه this is out of prestige، انت كده بتقلل من قدرك قدام صحيح. الناس. بالعكس، انا بفتخر جدا انه انا بتعب برايا بكري ودعاء بطريقه ما طبيعيه، وفخور جدا جدا انه كونه حسي انا اكون قاعد في قناه من القنوات المشاهده جدا خارج وداخل السودان، واكون قاعد القعده دي وانا عملت الحاجه دي براي، ممكن دموعي تجري عادي اثناء اللقاء. ما حاسب واول مره انا انجاز، اول مره بجد، اول مره بجد اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم، اول مره اتكلم الكلام ده، ما في ذول عارف. فكلنا عندنا، اي فنان عنده مكتب اعلامي، وانا بشكر جميع الاخوان اللي بيساندوني في مكتب الاعلامي بجد، هو في مكتب اعلامي كل حاجه، لكن انا صممت صفحاتي، انا البجي بصور فيديو كليباتي، انا البجري في حياتي كلها، وبسعى انه اعمل حاجه ارضي بها نفسي وارضي بها الزول اللي بيسمعني، سواء كان واحد او اثنين. كون وصلت لمتابعين كتار، كل مره بقرا بلقى نفسي زايد، بفرح جدا جدا وصلت، لكن ما بلقى دعم. مش انا براي، من منو؟ من كل الناس، من زملاء فنانين، من زملاء اعلاميين، محترم لكم الشديد، من قنوات، من كل حاجه. مش انا براي، انا بتكلم بلسان كل المستضعفين حاليا في الوسط الفني. عشان كده نحن بنلجا للاعلام البديل اللي هو السوشيال ميديا، وبنلقى فيه تنمر شديد، حاجه دي متعبه جدا جدا. قبل كده سبق وقلتها مع زميلتكم ويام، ربنا يديها الصحه والعافيه، كان في برنامج اتكلمت عن التنمر ده باسهاب شديد، وما ده نتكلم عنه حس، لانه البلد فيه حاجات اهم من النقاش اللي انا هتكلم عنه. لكن زي ما نحن عندنا ثوره في الشوارع، زي ما عندنا ثوره في بيوتنا، انا حس اطلقت ثوره عندكم هنا ده، واتمنى ان من الله انه كل الاخوه الزملاء زي ما قبل كده ساندوني في عمل الخير في مبادره الصياح، يا ريت نقدر نتكاتف حسي ونتكلم عن الحاجه دي بطريقه جميله، ندعم بعض، الناس تقف مع بعض، لانه الدنيا ما دايما لزول، والفن ده ما حق زول. ولما تطلع برا ما بقولوا محمد الطيب او بقولوا وده سودان. انا قبل كده تم استضافتي في ام بي سي كاتبين فنان سوداني، يا سلام، يعني والدي شيخ وما عنده علاقه رحمه الله عليه، ما عنده علاقه بالغنى، يرحمه ان شاء الله. فاذكر انه قال يا سلام ما بحب الغنى، زول نحن مداح ومتصوفه ومعطين طريقه سمانيه.
فلما جابوني في ام بي سي وانا بفرح كده وبتكلم معايا كام مكالمه هاتفيه، محمد الطيب فنان سوداني، فما اعجب الا بكلمه سوداني، قال لي يعني يا سلام كويس انك انت عملت حاجه للبلد. يا سلام يا سلام. فدي كانت ثوره، فاتمنى انه ثورتنا دي تزيد تبقى في الفن اكثر، والفن هو بيشجع على السياحه، بيشجع على حاجات كثير. انا ما ادري اخذ منكم البرنامج، انا بحب اتكلم يا جماعه عشان تكون عارف. لا دي مساحتك. لكن دي الثوره، انا بجد نفسي في نجيف مع انا شايف انه عندك جانب تمثيلي ما ملاحظ. والله يجيبوني طوال في 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 فيديوهات في التيك توك الفتره الاخيره. ما نخش له في الموضوع. الفيديو الاخيره شنو اللي حصل يا ودو؟ شنو رايك فيه؟ انه هل انت بتقدر تعكس اغانيك من خلال الفيديوهات اللي انت بتمثلها او غيرك ممكن؟ انا معظم اغنياتي دعاء بختارها. الفيديو كان بسيط وعفوي، مدته اقل من دقيقه، 30 ثانيه. اي في شنو الحاصل؟ شنو والله انت عارف، انا معظم اغنياتي اللي انا بختارها يعني بغنيها بكون حاسيها صراحه. انا ما حاب اللي بيت سمره، والله سمره كده دقيقه. يتذكر يتذكر يلا الكلام ده. انا والله نسيت لونك، انا لانه ما عندي حنك اللون صراحه. يعني موضوع انه لون اسمر لون كده لا، ما تعجبك هاي، بحس الحاجه. وغير كده والله الدراما هي بتاثر تاثير كبير جدا، وكونك انت بتصور فيديو كليبات فلازم يكون عندك خبره في انك تقدر تشتغل حاجه بطريقه جميله، يعني تقدر توصل الرساله. ما ممكن اكون بغني وبعمل كده يعني. خلاك تمشي تيك توك فجاه شنو؟ انت قبل سنه ما في، او قبل 3 شهور ما في. أيوة. فجاه كده حسيت انه في جمهور هناك ولا لا؟ مش كده. اها عشان اقول، عشان تعرف انه انا بجد بشتغل على حاجتي برايه كثير شيء. ممتاز. اول ابلكيشن في السودان فيسبوك. صحيح. يعني السودان الفيسبوك المشتركين في السودان اقولها لك انا وبتاكيد 15 مليون سوداني. ممتاز. كوني وصلت لمليون سوداني فيهم كفايه بالنسبه لي شيء. ما طبعا ما كفايه، زول بيطمح لاكثر، لكن ما حترضي كل الاذواق. لا طبعا صعبه هي شديد، لكن ثاني ابلكيشن حاليا في السودان تيك توك، كان انستغرام، فجاء تيك توك طغى على الانستغرام فبقى نمبر 1 في السودان، فيسبوك بعده تيك توك. التيك توك جمهوره مختلف تماما عن جمهور الفيسبوك جدا، انستغرام جمهوره مختلف عن جمهور الفيسبوك. ايوه خالص. ف التيك توك اتجهت له اتجاه كبير لسبب واحد، وكان يعني حقق لي احلامي ما لاقيها في السودان، اللي هي انه اوصل صوت السودان برا، الغنى. ممتاز. انا حاسس المتابعين اللي عندي في التيك توك 40% منهم ما سودانيين. ممتاز. 10% منهم مشاهير السوشيال ميديا الما سودانيين. يعني انا معي بلقيس وبترسل لي فرحان. يا مبسوط. هاي كيف بلقيس غنت اول امبارح مع علي شكيز، كلام انتهى، حسيت ترندي في الوطن العربي. صح. كونها بترسل لي دي براب الدنيا. قالت لك شنو؟ يا زول قالت لي غني الليل بالليل صراحه برضه اغنيتها المفضله طبعا. وهي مفتكره انه انا قاعد اغنيها براي يعني. قال انا قلت لها دي حقت شكرا، قالت لي لا انا سمعتك في لايف تيك توك. تحيه للفنان جميل شكرا لعز الدين. وصل صوتنا برضه ما قصر بجد. يا سلام. ففي لايفات التيك توك بلاقي ناس موسيقيين جميلين جدا ومشهورين جدا في الوطن العربي، بلقاهم مستسيغين الاغاني السودانيه، حتى بقول لي لا ما تجيف، انا بكون بعزف وبغني عليك الله ما تجيف واصل. انا خجلان بقوم بقول لهم انتوا فاهمين اللهجه كويس؟ بقول لي يا اخي ده الموسيقى سمحه. يا سلام. فالتيك توك توجهت له عشان لقيت انه بيديني مساحه اكثر اقرب جمهور منه اوصل برا. من فيديو بتاع رعب كده كان حاصل يا محمد الطيب دياته. ما بين الشاب المصور احمد اسلام شهير بمانجا. ايوه له تحيه من هنا بنمسي عليه. يا سلام يا سلام. فده كان تقريبا اول فيديو، بعد ذاك انت اتجهت منها للتيك توك. صحيح صحيح. احمد اسلام هو من اخواني الصغار ونحن شله اجتماعيا. هو مصور فوتوغرافر، حاليا اتجه للفيديوغرافر لانه الحمد لله الحمد لله ربنا كللنا بنجاح انه نكمل عملين. ممتاز. طبعا هو لسه ما طلع صح الفيديو؟ لا طبعا ما خلصنا اغنيتين، لكن برضو حصرين عليكم نقول اسماءهم فقط. هي اغنيه تراث من كلمات الشاعر الجميل سيف الدين الدسوقي، والحان وغناء الراحل صلاح عبد الله ربنا يرحمه في الليل. اللهم امين. شوف كم زهره في يدي، معموله بطريقه جميله. الفكره والحاجات كلها عملناها انا واحمد اسلام او مانجا كما يحلو له الناس تناديه. يعني اشتغلنا شغل جميل، كان دي اول مره هو يشتغل فيديو كليبات او فيديوغرافر. هو فوتوغرافر ماهر جدا ودعاء تشهد على الكلام ده. انا بحبه جدا، هو زول اخوي الصغير. يا سلام. لكن عنده ابداع، فزي ما قلت الناس تساعد بعض. ايوه اكيد. مانجا بيده، انا بصوتي، هو بفولورز وانا بمتابعيني، نحاول نثري الحاجه، بنعمل حاجه جميله. اشتغلناه وخلصناه، البلد زي ما انت عارف ما بتسمح لي انه انزل حاجه حسي، فاشتغلنا حاجه ثانيه برضه جهزناها.
فخليناهم لحد ما البلد تهدى ان شاء الله وننعم بالسلام والبهجه والفرحه، قوم ننزلهم كده وحكسر الدنيا غصبا عن اي زول يا اخوي. الله يحييك على صيغتك دي، مبسوط منك يا اخي. بكر حبيبي. طيب في حاجه صغيره قبل انا ودعاء تكلمنا فيها، انه ودو ده مجامل، مشيتي حفله بتلقاه اول زول، مشيت بيك اب بتلقاه اول زول شايل فاتحه، ده لو ما قام شال وزع الكباب الشاي. صحيح. الحاجه دي مشهوده لك، ده ما كلامي ولا كلام دعاء، لكن في شنو؟ السير شنو؟ يعني انت ليه حريص على انه تصل اي زول؟ والله انا دي برضه بعدين مجامل، حتى انت ممكن تدفع لفرقتك في ليزول عارف انه هو عنده، لكن تظهر نوع من الكرم ولا في الحاصل شنو؟ مش نوع من الكرم، هو زول يتشرف انه يكون نوع من الكرم، لكن برضه هعترف اعتراف بسيط، انا واحد ما عندي اخوان يا بس. يا سلام. يعني اتظلمت كثير، يعني الكاميرا ده حسب عيلتي وانا بعيلتي واخواني حسب بيحضروا وهم جزء منهم ظالمني شيء. ما ده خدتها بالجنب، انا لازم اعترف اني طلع جواي، دعاء عارفاني كويس. انا ما عندي اخوان، ربنا يعني امتحني بانه انا عندي اخت واحده، تحيه لها دكتور صلوات ومن عفاف الله العافيه. ما عندي اخوان، فالبيت السوداني او المجتمعات السودانيه محتاجه لاخ، يعني صعب شديد تعيش برك، خصوصا انت يعني دخلت بيت التماسيح، المجال ده صعب جدا جدا، مجال الاعلام بصفه عامه جد والله، انت عارف الكلام ده كويس. يعني المجال ده داير اخوان، داير سند عديل انه لحمك ودمك، ما داير اخو انه عرفك في الطريق ساي، ما بيقدر يتحمل. انا اخواني حاسه بيلقوا ناس بيتنمروا علينا في الفيسبوك ما بيقدروا يردوا. صح والله، كل المجالات يا ود فيها الصالح والطالح، ربنا يرزقك باخوه اعلاميين وفنانين يكونوا مجاملين ويكونوا متحابين مع بعض. انا دائما بقول البيئه لما تكون متكاتفه وبتساعد بعض بيكون في نجاح باهر شديد جدا. يعني انت بس لو عملت دويتو مع فنان ثاني حدخلك حاجه جميله، فنحن بنتمنى لك التوفيق. ديك الصحه والعافيه. بس في سؤال نختم به معك كاتلاني، حكايته شنو؟ أيوة. وفكرته جات كيف؟ ومع انه كانت فيديو صغير كده في عربية لكن عمل ضجة كبيرة، فاحكي لنا عنه. الفيديو باختصار شديد هي أغنية كلمات الشاعر الشاب الجميل جدا أحمد بن حبيب، تحية له من هنا، نقول له صوته طيب. ألحان لفيف من الناس، أنا مازن بابكر وأحمد ذاته يعني. لهم التحية جميعا. التوجه السوداني حاليا نحن طبعا كفنانين بنحاول بقدر الامكان تقوي ذا فلو، نحاول نطلع الموجه كل صحيح. مره صحيح. فالموجه الفتره اللي فاتت كانت بتتكلم عن الاغاني الافريقيه او الالحان الافروبيت، فنحن افاق واللحن ما بعيد علينا، فنحن ما عملنا حاجه غريبه، شلنا اللحن الافريقي على السلم الخماسي على كلمات سودانيه. عملنا عمل جميل لقى النور بطريقه جميله جدا جدا، والحمد لله يعني انتشر شديد. كان في لغط بين عمل وعمل، عشان ما تسألوني حقوله براي. أخوي جميل وأنا بحبه شديد، ولحد أول مرة كنا مع بعض مجد باقيرة. إزيك يا حبيبي؟ أحلى زول والله. هاي عنده أغنية اسمها جميلة جمال رباني أو ميلي ميلي بالراحة، وأنا عنده أغنية اسمها كاتلاني بعيونه، فيتلاقوا الأخوات مع بعض الأغاني. حصل اشتباك؟ ما حصل اشتباك، بالعكس بقينا نغنوا حسب حفلات مع بعض زي عادي يعني. زمان حصل اشتباك هو في يعني محمد رمضان بيقول كلمة، بيقول ما مهم تنبزني، ما مهم تشكرني، المهم انك ما تتخطاني، لازم اكون قاعد في راسك. او من جانب سوداني تحية للفنان طه سليمان. ايوه بيقول انا الصحافة والاعلام بيعرف هو ممكن ينبزني وممكن يشكرني لكن ما بيقدر يتخطاني، ما بيقدر يتخطاني، فدي حاجة كويسة. ونحن فنانين راسمالنا الشو، يعني الشو لما يكون عندك بايجابي تتمناه، طبعا السلبيه ما بتقدر تتمناها ابدا، السلبيه مرات بتخدم بترفع منك انت بعد، لكن بيعتمد على قوتك انت النفسيه في تحمل الانتقادات وكيف تقدر توظف الحاجه السلبيه. انا اكثر فنان يا اخوي صلى على النبي، انا اكثر فنان يعني امتحني ربنا في 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 اولاد بلدي، في اولاد جلدتي زي ما بقول. انا بلقى انا حاسس عندي قاعده جماهيريه كبيره جدا واتشرف بها جدا جدا في جمهوريه مصر العربيه في اسوان، ما سودانيين يعني. فأنا أكثر فنان ممكن يكون ربنا ابتلاني بالتنمر ده، ما قاعد يأثر فيني كثير لأنه كل يوم بنجح الحمد لله، النجاح منه وهم ذاته. وقبل قلت لك الكلام ده تحت الهواء حقوله هسي ما ترفع عليه حوالي بينك، قلت لهم إذا في ناس بينبذونا يا جماعة يا دعاء اسمع الكلام ده عليك الله، وهي مش قادرين يسمعوا دوام لله بس الحمد لله. إذا في ناس يا جماعة بينبذوا الإنسان ده كل يوم، والإنسان ده كل يوم شغال، اللي بينبذوا ده لوين؟ بعدين بيجي بيصور معك كل يوم بلاقيني بيصور معي وبكون قاعد في حفله ويسالني رب العباد. قابلتني الشهر اللي فات اكثر من 10 شخصيات بيتصوروا معي وانا بغني وانا برا جنب العربيه، بيجيني واحد من اصحابه بيفتنه بيقول لي والله يا زود ده بنبذك الليل والنهار.
بقوم بحضنه والله انا ما قاعد ازعل بالقصه، بقول له يا حبيبي يا اخي انا عافي لك والله، ساهمت في انجاحك يا اخي عافي لك. لا ولا قاعد اقول له يا اخي انت مش نبسني، والله عافي لك سبحان الله. نفس الشخصيه ثاني يوم بقلب انت كده 180 درجه يمين اللي داعم، وبلقاهم اسبابهم غريبه جدا، بقول له عشان انت قبل كده في حته استضفت فنان وقمت ضغطته شديد وانا زعلت منك وانت لابس لك لبسه يعني معظم الناس بيقول لي خطيبتي بتحبك، اخي انا مالي وانا خطيبتك يا اخي انا دي بحبها يا اخي. تحيه لك يا ودو، نحن سعيدين جدا بالمساحه دي وموعودين باغنيات مختلفه وجميله ومساحات اكبر نقدر ناخذ وندي فيها معاك ونسمع صوتك في مره جايه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انا ما اقدر اقسم من البرمجه اللي كانت في، لكن ده كان الطف حوار يا سلام على الصعيد الشخصي كل الضيوف، لكن ما درسهم بس دي حاجه كانت خفيفه كل الضيوف. والله انا قعدت ابرح حضرتها يعني تعلمت منهم كثير جدا يعني ما شاء الله يعني القناه او انتم معدي البرامج ما قصرتوا، اخترتوا يعني من كل بستان زهيرات. فانا قاعد برا والله استفدت جدا من الرياضه من رئيس الجاليه في لندن يعني عشان ما انسى زول ما شاء الله استفدت جدا جدا منكم، شكرا جزيلا. وانا قصدت انه اتعامل بطبيعتي يا جماعه، انا دعادي اختي شديد وانا باخذ راحتي جدا معاها، فالحمد لله انه لقيت انت في بيتك الهلال وبكري اخوي وقناه الهلال والله بيتي والله بجد انا بحبهم جدا جدا. شكرا جزيلا لكم كلكم، شكرا لهندي حسن عشان هي مزعجه شديد. هندي زيك قال لك عفوا، الرسول حوله لك شكرا لك ابو خليك ابو بك، كل سنه وانت طيب سنة سعيدة عليك. خلينا نودع المشاهد في خدام سنة 2021 ونسترجع اليوم من بدايته. تحية لكل الزملاء اللي كانوا متابعين بداية معنا من أستاذتنا الجميلة عزيز عبد الكريم ودكتور وليد، إضافة للفترة المفتوحة ويام عبد الوهاب ومحمد خير صيف العبور نجوى يوسف أبو بكر الجميل خلف الكنترول، أبو شامة كان معنا على مدار اليوم، هندي حسن لك التحية، حادو عركية عاصم كل أيوه. الشباب المكونين معانا أحمد عاصم نعم. ناصر لضاء الديكور الجميل شكرا أيوه. للأصحاب دي عيديتنا للسنة الجديدة شكرا لكل الناس اللي كانوا موجودين معانا، شكرا للمشاهدين، شكرا للضيوف اللي كانوا معانا على مدار يوم الجمعة. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم، بتمنها سنة خير وسعادة وفرح وسنة ما نفقد فيها ولا زول بإذن الله تعالى. أبقوا عافية لحد ما نتلاقى في يوم جديد، إن شاء الله يكون الوطن بخير وبأمان وبسلامة. مع السلامة وفي أمان الله. شكر لكل الناس، نسينا هن وأصحابنا وأحبابنا. طيب أبدأ بيك ولا تبدأ بيك؟ ممكن كده أبدأ كده يعني. طيب أنا حي أسرتي وحي أسرتي ولا أوكي ما مشكلة. أي زول حي أسرته. طيب أنا حي أسرتي كلها الصغيرة والكبيرة اللي قاعدين في السودان وقاعدين برا السودان وخيي. صغيرة يا تصحي. الصغيرة وأنا أمي وأبوي وأخواني كده. الصغيرة دي بقول لها الناس متزوجين. لا الأسرة الصغيرة فاهمين إنه هي الزوجة خلاص. أنا حي أسرتي الصغيرة أمي وأبوي وأخواني، وحي أسرتي الكبيرة في السودان وبرا السودان في الولايات وبرا الولايات وكل الناس. وأحييك أنت لأنه يعني أنا آخر مرة اشتغلت معك كانت في قناة زميلة ثانية، جينا تلاقينا بعد سنتين في نفس المكان بذات الحب وبذات الجمال. يديك العافية يا أبو بكر، أنا برضو بحيي أسرتي الصغيرة والكبيرة وكل الأصدقاء والأحبة والزملاء، كل سنة وأنتم طيبين، أبقوا عافية.